تعتبر الغنائم اللي بيغتنمها الجيش الحر بعد عمليات التحرير من أكبر المصادر اللي بتزود كتائب الثوار بالسلاح والذخيرة بعد تخاذل المجتمع الدولي عن تسليح الجيش الحر. رح نرافق هلأ مراسل شبكة شام بمنطقة بريف إدلب لنشوف عدد من الآليات العسكرية اللي اغتنمها الجيش الحر بعد معارك عنيفة شهدتها هي المناطق مع قوات النظام. جولة عن قرب للدبابات والآليات العسكرية برفقة قائد ميداني داخل الكتائب المحررة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحرير حاجز فرنجي المتواجد في ريف إدلب، تمكن أبطال الجيش الحر من اغتنام عدد من الدبابات والآليات العسكرية، ونلتقي القائد الميداني أبو النصر يتحدث لنا عن هذه المعركة. تم بعون الله تعالى اغتنام دبابتين T-72 ودبابتين T-55 وثلاث بي ام بيات مع ذخيرة كاملة من حاجز الخائن المقدم الملقب أبو جودات بجسر أريحة، وتمت محاصرة هذا الحاجز لمدة 24 ساعة فقط لا غير بدبابتين وأربع قذائف لا نملك غيرهم، وتم تحرير هذا الحاجز مساء 23 الشهر وقتل كل العناصر المتواجدة به. نذهب لنلقي جولة على الآليات التي تم اغتنامها من عصابات الأسد. هاي دبابة 55 بي ام بي، هذي عربية بي ام بي، دبابة 55 بيكاب دوشكا، بيكاب دوشكا. هل كل هذه الآليات تم اغتنامها من حاجز؟ بإذن الله تعالى وهي ساق سليم مع ذخيرة كاملة. دبابة 72 صور علي الجيش حتى ما يقولوا بضاعة تركية، بضاعة جيش أسدي لواء 76. دبابة سجلوا الرقم مشان يعرفوا من أين لواء، من أي كتيبة. شو بتوجه الكلمة لعصابات بشار الأسد لبشار الأسد؟ ايش بدنا نوجه لهم؟ وجهنا لهم كثير، ما بنوجه لهم الا ان شاء الله يموتوا موت الكلاب. هاي دبابه 72 صور واعطي رقمها مشان يعرفها للفرقه الاولى. اوعى شوي، امس اغتنمنا له دبابات يقول انه الدبابات تركي، فها هي اجرك يا اخ. وينك؟ مكتوب علي الجيش الاسدي. ايوه، وها هي رقمها تابع للواء 76 فرقة أولى. طيب إيش هو الدافع اللي خلى أبطال الجيش الحر يقوموا بهاي العملية بعد المجزرة اللي ارتكبها بشار الأسد بالغوطة الشرقية وقتل فيها هاي العدد من الأطفال؟ ردا على المجازر التي قام بها هذا النظام الفاسق مع في إخوتنا بدمشق، وردا على التشبيح اللي قام فيه بأريحة، اللي قام انه عنده لجان شعبية، فهاي قهرنا فيها النظام والشبيحة، لا هو ولا شبيحته ولا ايران ولا روسيا بإذن الله بيأثر علينا وعلى عقيدتنا وتصميمنا. تصميمنا بإذن الله سنسقط هذا النظام غصبا عنه بإذن الله. بإذن الله تعالى. الدور يا بشار. إذن نحن الآن نقوم بجولة ميدانية بإذن الله على الدبابات والآليات التي تم اغتنامها من حاجز كفر نج في مدينة أريحة، بعد أن قام أبطال الجيش السوري الحر بتحرير الحاجز من إصابات طاغية بشار الأسد واغتنام عدد من الدبابات. والآن نقوم بالتجهيزات الفنية لهذه الدبابات التي سنقوم بإذن الله باقتحام جميع حواجز الأسد بإذن الله. إذن هذه عدد من الآليات تم اغتنامها. ونقول له لهذا الخاين الساقط بشار الفسد، طلبنا منه سحب الآليات والجيش، فبإذن الله سنسحب الآليات لمصلحتنا الخاصة والعامة للدفاع عن الشعب، والجيش الذي يملكه سنبعثه فطيسا له بإذن الله. بإذن الله سنجعلهم مثل الكلاب. تفضل شوف الذخيرة في قلبها مزخرة جاهزة. تفضل اطلع حتى إذا قال لك الجيش ما عنده قذائف لك قذائفها كاملة.
الضباط امبارح بيقولوا انه ما فيها ذخيره دبابه، يطلبوا ذخيره دبابات هيك مزخرات كامله، يتركونهم مزخرات كامله ويهربون مثل الكلاب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، والنصر لشعبنا باذن الله باذن الله. الارض ارضنا والبلاد بلادنا والنصر لنا باذن الله باذن الله. والدبابات دباباتنا الجنازية والأليات التي تم اغتنامها من إصابات طاغية بشار الأسد. إذن وهذه أيضا عربة بي إم بي تم اغتنامها من حاجز كفر نجد المتواجد في مدينة أريحة بريف إدلب. وهي عربية بي إم بي تم اغتنامها من حاجز جسر أريحة، وهي الآن مرابطة على الجبهة لقصف أي هدف أسدي يتواجد على الاستيراد، وهم المقاتلون في حالة راحة. وهي الغنائم المتواجدة وهذه الذخائر التي تم اغتنامها من الحاجز بعد تحقيق. طيب يا اخي شلون بصلحوا؟ اي صناديق صواريخ صواريخ مضاد دروع. صواريخ مضاد دروع. قذائف دبابات. طلقات عموم كافة الأنواع. كافة الأنواع. لباس الجيش الحقير. لباس الجيش الحقير الندل الذي يقتل أهلهم وشعبهم مع الخائن بشار والمجرم بشار قائد العصابة في سوريا وفي العالم. تم هذا العمل بقيادة سطور الشام لواء الشهيد البطل أبو هاجر مع أبطال حركة أحرار الشام بقيادة أبو الفاروق. قدم على مجازر الغوطة الشرقية من زرقة الكيماوي التي قتل فيها أبطال سوريا وسأرا لأهلنا في سوريا، قام أبطال الجيش السوري الحر في ريف إدلب بدحر عصابات طاغية بشار الأسد من حاجز أريحة المتواجد فيه على جسر قاموا باغتنام 5 دبابات وعرباتين بي ام بي وعدد من الاليات العسكريه بفضل الله تعالى وبفضل ابطال الجيش السوري الحر. وتم قتل عدد من عصابات الطاغيه بشار الاسد بينهم مقتل العميد واغتنام عدد من الذخائر من تلك الحواجز وتحرير لمدينه اريحه بشكل جدي. كان معكم من ريف ادلب الناشط الاعلامي. ولهون مشاهدينا بنكون انتهت حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء.